في الحلقة الماضية تكلمنا عن رحلة السائحين الروسيين إليا إليف وإيفينغوي بيتروف لأمريكا في الثلاثينات من القرن الماضي، وفي حلقة اليوم سيكون حديثنا أكثر عن رأيهم في الثقافة الأمريكية وبالتحديد حول هوليوود. مصادر الحلقة تجدها في نهاية وصف الفيديو. سان فرانسيسكو هي أجمل مدن أمريكا، يبدو أن جمالها لأنها لا تذكرنا بأمريكا نفسها. شوارع سان فرانسيسكو هي على تلال مختلفة، فالسيارة ترتفع وتنزل كثيرا عند تجولنا في هذه المدينة. الرحلة بالسيارة في سان فرانسيسكو أستطيع أن أصفها بأنها عرض يحمل اسم الجبال الأمريكية، وفي وسط المدينة تشعر بأنك في لينغراد ولكن بشكل أرقى، وفي مناطق أخرى من سان فرانسيسكو تشعر بأنك في شواطئ نابولي أو حتى في شانغهاي. وكما في كل مكان في أمريكا تجد الأغنياء والفقراء في كل ركن من أركان المدينة، لكن المختلف هنا بأنه حتى الفقير في سان فرانسيسكو يعيش حياة رائعة. سافرنا نحو البوابة الذهبية حيث ينتهي طريق لينكولن السريع. هذا الطريق هو خير مثال على إتقان المهندسين الأمريكيين، فهي تحفة خرسانية حقيقية. وفي نهاية الطريق وضعوا عمود تذكاري يبلغ ارتفاعه 3 أقدام، وبه حرف L كبير مع صورة للينكولن مع نقش كتب فيه الطريق الغربي لشارع لينكولن السريع. بعد عام من اليوم سيستطيع سكان سان فرانسيسكو قيادة سيارتهم عبر الجسر العظيم الذي يبنى، وكان مهندسو الجسر كريمين معنا فأعطونا إذن بزيارة المشروع العظيم. جسر سان فرانسيسكو أوكلاند هو بطول 8.5 ميل، يتكون من عدة جسور مختلفة، وخلال زيارتنا كانوا قد بدأوا بتركيب الكابل الفولاذي الذي سيعلق عليه الجسر وهو بسمك المتر الواحد. تحت الكابل تم وضع شبكة من الأسلاك تتيح للمهندسين المشي بسهولة. بعد زيارتنا لعديد من المناطق وسفرنا لآلاف الأميال دخلنا نيويورك. كانت دفاتر الملاحظات التي نملكها قد امتلأت بالملاحظات، إضافة لجدول أعمالنا من غداء العمل وحتى حفلات الكوكتيل. كنا نعيش في رحلتنا هذه حياة رجال الأعمال الأمريكان، رغم أننا في الحقيقة لم نسافر لعمل محدد. وكان هناك يوم مفتوح في جدولنا فقررنا زيارة مباراة لكرة القدم. كانت المباراة بين فريقين من جامعتين هما سانتا كلارا وتكساس كريستن. وقبل أن أستفيض في وصف الحدث والذي يمثل الطبيعة الأمريكية، من الضروري أن أبدي ملاحظاتي حول كرة القدم الأمريكية. كرة القدم في أمريكا تعني استاد رياضي ضخم يتجمع فيه عدد كبير من الناس يسطرون ضوضاء عالية للغاية، ضوضاء تصدر من أناس مثلنا. لم أكن أتصور بأن هناك أناس بفم واحد ورجلين ويدين لديهم القدرة على إصدار كل هذه الأصوات. طبعا هذا الحدث يدر مبالغ خيالية، ليس فقط خلال المباراة، فهناك كتب خاصة بكرة القدم وروايات تصدر تتمحور حول اللعبة. مباراة كرة القدم الأمريكية في أمريكا لديها أهمية أهم من عروض الأوركسترا في أوروبا أو إعصار في فلوريدا أو حتى حرب في أي مكان في العالم. مدرجات الملعب تكون ممتلئة عادة ليصل الحضور لما يقارب 30,000. العرض الذي شاهدناه كان غريب وغير جذاب. كرة القدم في أمريكا مختلفة عن كرة القدم في أوروبا. الأمريكان لا يفهمون كرة القدم الأوروبية، بل لاحظنا البعض يضحك من صور لمباراة كرة قدم أوروبية كانت في إحدى الصحف. لفترة من الزمن لم نكن نفهم ماذا يحدث في الملعب. أشخاص يرتدون خوذات جلدية تشابه ما يلبسه الغواصون. بعضهم يلبس اللون الأحمر والآخرين يلبسون اللون الأبيض، يواجهون بعض. يقفون لفترة من الزمن بدون أي حركة حتى تسمع صوت صفير، فينتفعون بجنون بعيدا عن مكانهم. ثم يختلط اللاعبون ببعض بشكل فوضوي. أستطيع أن أصف المشهد بمثل ما يحدث عند دخول قط لعش الدجاج. الكرة كان من الصعب علينا مشاهدتها، وقد نكون قد شاهدناها لثانية أو ثانيتين. بعد الربع الأول كانت معلوماتنا عن كرة القدم الأمريكية بسيطة، وبعد الربع الثاني أصبحنا خبراء باللعبة. أعتذر لكم، ولكن يجب أن أقول الحق.
هوليود التي وصلت شهرتها لكل أرجاء الأرض، هوليود التي كتب عنها خلال 20 سنة الماضية كتب أكثر مما كتب عن شكسبير في آخر 200 عام، هوليود التي تملك نجوم تصعد وتنزل أسرع من نجوم علماء الفلك، هوليود حلم كل بنت في كل أطراف الكرة الأرضية. هذه الهوليود مملة للغاية، مملة جدا، مملة لحد التثاؤب، بل أنه لو كان التثاؤب في أي مدينة أخرى يكون لثواني معدودة، ففي هوليود قد يصل لدقيقة كاملة. هوليود هي مدينة مرصوفة بشكل ممتاز ومضاءة طوال فترة اليوم، يسكنها ما يقارب 300,000 شخص، كلهم يعملون في صناعة الأفلام أو في خدمة العاملين فيها. في موسكو لم يصل لنا من السينما الأمريكية إلا أفضل إنتاجاتها، ولم نعرف في موسكو إلا أفضل مخرجين أو أفضل ممثلين. السينما الأمريكية تطلق ما يقارب 800 فيلم في العام. الصورة الناصعة للسينما الأمريكية التي وصلت لنا ضاعت عندما زرنا بلد هذه السينما الأم. في نيويورك حضرنا عروض سينمائية كل ليلة تقريباً، وبعض الأحيان يعرض علينا فيلمين في عرض واحد، بالتالي قد نكون قد شاهدنا ما يقارب 100 عمل، جميع هذه الأعمال تحت المستوى، وكلها أضاعت وقتنا بلا أي فائدة تذكر. من العار لعقل الإنسان أن يشاهد هذه الأفلام التي تم تصميمها لأدمغة الطيور أو البشر أصحاب التفكير البطيء المتخلف. كل ليلة عند دخولنا للعرض يكون عندنا أمل بأن نشاهد شيء مقبول، ولكن نخرج وكأننا أكلنا طعام فاسد. والغريب بأن من يحضر معنا من عامة الأمريكان يخرجون مستمتعين بالعرض. في البداية استغربنا الموضوع وكنا قلقين من الأمر، فكيف لإنسان عاقل أن يتقبل هذا النوع من الفن؟ هناك 4 أنواع من القصص في السينما الأمريكية، فهناك الكوميديا الموسيقية والدراما التاريخية والقصص التي تتمحور حول الجريمة، وأخيرا أفلام يكون بطلها مغني أو مغنية. كل هذه الأفلام لها قصة واحدة تختلف في التفاصيل. الأمريكان تقبلوا أن كل القصص متشابهة لحد أنك لو أحضرت لهم قصة جديدة مبتكرة قد ينفجرون بالبكاء مثل ما يبكي الطفل الذي تأخذ منه لعبته المفضلة. قمنا بزيارة عدد من الاستديوهات لنجد بأنه داخل بعضها تم بناء عالم موازي لمدينة نموذجية أمريكية صغيرة، أو تجد تصوير لساحة البندقية الأوروبية في وسط استديو في أمريكا، حتى أننا وجدنا مدينة روسية نموذجية تم بناءها داخل استوديو. قد لا تصدق بأن كل هذه المدن مبنية من أوراق ملونة سميكة. خرجنا من الاستوديو وبدأنا بالتحرك ببطء نحو سانتا مونيكا لنزور المحيط في عاصمة السينما العظيمة. رائحة هوليود هي خليط من رائحة البنزين والخنزير المقلي. كثير من نساء وبنات العالم يصلون لهذه المدينة سعيا للشهرة، فبالتأكيد خلال زيارتك لها ستكون قد واجهت نجم أو نجمة لم تسطع بعد. عند وصولنا للشاطئ وجدنا رجل صاحب أغرب مهنة في العالم. الرجل يجلس تحت مظلة ضخمة، وبالقرب منه لوحة مكتوب عليها بيوت نجوم السينما من الساعة 9 صباحا حتى 5:30 مساء. ولاحظنا عدم اهتمام أحد بما يقدمه الرجل من جولات سياحية لبيوت النجوم، فكان في وجهه علامة الإشمئزاز التي قد تكون بسبب حقارة هذه المهنة. وفي منتصف الطريق شاهدنا شاب يحمل لوحة على صدره كتب فيها أنا جائع وأبحث عن عمل، وأيضا لم يهتم أحد لهذا الرجل. جلسنا نشاهد المحيط وفي ذهننا فكرة بأنه في هذا العالم الكبير هناك أمور من المستحيل إيصالها بأفلام تتمحور حول رعاة البقر وطلقات النار. بهذا انتهت هذه الشهادة، وإذا أعجبتك الحلقة اذكر لنا في التعليقات لنقوم بترجمة المزيد من مغامرتهم في أمريكا. إذا أعجبك محتوى ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في نهاية الوصف روابط للمصادر التي اعتمدنا عليها في الحلقة. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من ورق رحالة أو فيديو من فيديوهات قناة ورق المنوعة.